اهلا بكم مره تانية في برنامجكم برنامج البرنامج. سواء نزلت التحرير او لا، كلنا عارفين اللافتات واليوفط اللي كانت موجوده في التحرير. اليوفط دي كان كتير منها مضحكه وكتير منها ليها معنى، لكن اهم من ان انت تضحك او تعجب باللافتات ديت انك يمكن تعرف القصص اللي ورا بعض اللافتات ديت. في كتاب طلع قريب، Messages from تحرير أو رسائل من التحرير. الكتاب ده هو اللي جمعه واللي عمل فيه مجهود رائع الحقيقة ضيفتنا الليلة دي، دكتورة كريمة خليل. زي حضرتك، حضرتك دكتورة طب مجتمع. مظبوط. تمام، احنا دكاترة زي بعض. مظبوط. أنا بحب إن أنا أقول الكلمة دي على طول. حضرتك، أنا قبل ما أتكلم على الكتاب أنا عايز أسألك السؤال التقليدي، كنت فين يوم جمعة الغضب؟ يوم جمعة الغضب كنت في طيارة، كنت راجعة القاهرة. وصلت القاهرة الساعة تقريبا 7:30 بالليل، وقالوا لنا في المطار استحالة تروحوا، لازم تباتوا في المطار. فبيتنا في المطار تقريبا قرب 5000 شخص، والفجر جه جوزي خدني وروحت وغيرت هدومي، نزلت على طول على التحرير. طيب، ولما انت نزلتي على التحرير، يعني اعتقد يعني يوم جمعة الغضب ده كان في كميه ناس مهوله هناك، يعني كان ايه احساسك كنت داخل الميدان؟ انا دخلت الميدان يوم السبت الصبح. السبت الصبح، اوكي. 29 كانت الساعه تقريبا 10:30، وما كنتش فاهمه يعني ايه التحرير، يعني ايه اللي بيحصل، احنا مش متعودين على الكلام ده. انت جايه مندسه بقى، واحده اجنبيه، شكلك اجنبي كده يعني، ومعاكي يعني انا 3 ايام في الاسبوع مندسه و3 ايام التانيين بلطجيه، فيعني شويه كده شويه كده، لكن يومها بقى اظن كنت مندسه لسه جايه من الخارج. يعني فدخلت مش فاهمه بالظبط ايه الموضوع، يعني طبعا كنت شايفه في التلفزيون وانا بره ان في مظاهره كبيره وفي ناس نزلت كذا يوم وبتاع، بس كنتش فاهمه في ايه. وكان اخر مره مشيت فيها في مظاهره كان يعني وانا طالبه، وانا بقى صغيره جدا 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 في السن. كان ايام الغزو الاسرائيلي للبنان. 82 كان عند حضرتك طبعا سنتين تقريبا. تمام، اوكي. فروحنا كلنا الازهر، وكان المفروض هيبقى في مسيره من الازهر، وكلنا كنا واقفين على الرصيف قدام جامع الازهر الشريف. والمظاهره استمرت بالظبط بالنسبه لي خطوه واحده، لان نزلت رجلي من على الرصيف على الاسفلت، هي اول خطوه وكانت اخر خطوه. طبعا بقى اتدربنا وكانوا اتبهدلنا وتعملنا، لقيت كل اللي حواليا بيطلعوا حاجات بقى من جيوبهم وحاجات وشومه وبتاع، وكان اول مره اشوف شومه طولها مثلا 3 متر، وجرينا واستخبينا وخلاص انتهت المظاهره في ثانيه. دي كانت يعني اخر تجربه ليكي، وانت يعني جيتي يمكن على اكبر مظاهره اللي ادت يعني لثورة 25 يناير، إن شاء الله يعني نجاحها الكامل. أنا عايز أسألك، لما أنت دخلتي الميدان شفتي البشر، لكن أنت عينك جابت اللافتات من أول يوم دخلتي فيه. الحقيقة لأن دخلت الميدان طبعا زي ما حضرتك عارف يعني كان زحمة جدا جدا جدا، ولقيت على طول في أول يمكن 5 دقايق، أقل من 5 دقايق، راجل واقف في منتهى الهدوء والسكينة وماسك يافطة، والناس عماله تلف حواليه وتمشي ورايحين جايين وبيتكلموا، وهو واقف كده هادي واليافطه بتقول كنت بخاف وبقيت مصري. كنت بخاف وبقيت مصري. الصوره اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي. اتصدمت من قوه الجمله. واحنا دلوقتي دي حاجه بنقولها شبه عاديه، يعني ارفع راسك فوق انت مصري كده، لكن في الاول دي كانت جمل شويه غريبه علينا، يعني احنا متعودين على القهر والاهانه ويعني حقنا كلها ضايع، فدي كانت يعني ان احنا نلاقي قوه بداخلنا عشان احنا مصريين، دي كانت حاجه جديده. فهو اعتبر ان هو انتقل من جنسيه الخوف الى جنسيه ان هو يبقى مصري، يعني دي اعتقد دي قوتها يعني. طب وانت عندك اعتقد في يعني صوره تانية هي اللي هزتك كمان بعديها؟ خدت صوره بسرعه الراجل ده ولفيت ومشيت يمكن 4 5 خطوات، فلقيت راجل صغير في السن شاب وحاطط ابنه على كتافه، وابنه مثلا عنده 6 7 سنين وشايلين يافطه، واليافطه كده شويه متطبقه ومكتوبه بخط اليد، وشكلهم ملونينها في البيت وشكلها كده يعني هوم ميد خالص، ومكتوب عليها مش عايزه اكون خالد سعيد تاني. فبرضه اتهزيت، قلت يا خبر، يعني الناس بتطلع كده من جواها حاجات قويه قوي. وصورته وبقيت بقى بمشي في الميدان كل يوم اصور طول النهار، ببقى في الميدان من الصبح لحد اخر النهار، ساعات انا وجوزي، ساعات انا وبنتي، ساعات انا واصحابي، ساعات انا لوحدي. طيب حضرتك فضلتي 18 يوم في الثوره وفضلتي تاخدي صور ورجعتي البيت، ايه اللي خلاكي تفكري انك تعملي الكتاب ده؟ حاجتين يا باسم.
قعدت على النت كتير قوي اشوف صور ناس تانية، ومن الصور اللي شفتها صورة واخدها مصور محترف اسمه محمد جبر، صورة الراجل واقف في الميدان حاطط شاش على عينه وحاطط مقطع ورقة من كراسة، ورقة مسطرة ولازقها على قرطه وكاتب عليها بخط ايده عيني مش هتروح هدر. فالحقيقة يعني حتى جسمي بيقشعر دلوقتي وانا بتكلم على الصورة دي، يعني اتأثرت قوي قوي وحسيت بالتضحيات الفظيعة اللي الناس ضحت بيها. ففضلت يعني قاعدة على النت وبشوف صور كتير قوي، شفت يعني آلاف الصور، شفت 7000 صورة عشان أجمع المادة للكتاب. شفت صورة، شفت صور لواحد زميلي اسمه عمرو سليمان مصور برضو يافط كتير قوي، والرسائل على اليافط دي معبرة قوي. فابتديت أفكر طب ليه دول ما يتجمعوش في كتاب، وكلمته يا عمرو أنا لو جمعت كتاب وأنا عندي صور كتير وكده تديني بعض صورك؟ قال لي آه طبعا، كان خديهم. فبقينا اتنين في الكتاب مصورين اتنين، وبعدين لقيت بقينا ثلاثة، وبعدين بقينا أربعة، وكل ما ألاقي صورة يعني عايزة أقول اللي فيها عايزة أخدها وأحطها في الكتاب أتصل بصاحبها وأستأذن منه أو منها، لحد ما بقينا 36 مصور في الكتاب. طب يعني حضرتك أنت كان الشرط الأساسي إن تاخدي الصورة دي بعد إذن صاحبها؟ آه لازم طبعا. وأنا أعتقد حضرتك قلت لي إن أعتقد 90% من الناس المصورين كانوا غير محترفين. آه يمكن أكتر، يمكن 95 مش حاسباهم، أظن أربعة أو خمسة بس مصورين محترفين أو ستة حاجة زي كده. في واحدة من اللي هم الغير هواة المصورين دول اللي تفتكريها بالذات؟ آه طبعا أفتكر مريم سليمان. الحقيقة كل مصور في كتاب له قصة، ويعني ممكن أقعد أتكلم عن المصورين لوحدهم، ده بحر يعني. لكن من المصورين اللي أثروا فيا قوي مريم سليمان، هي عندها 18 سنة في آخر سنة مدرسة في المدرسة الألمانية في باب اللوق، وصورت صورة أنا بعتبرها من أهم الصور في الكتاب، شاب واقف ماسك يافطة وفي اليافطة بيقول أخيرا لقيت صديقي أمير، لكن في ثلاجة المشرحة في قصر العيني. طب أنا عايز أتكلم على كم صورة. في صورة الأربعة واقفين في الميدان وحاطين شريط لاصق أو بلاستر على بقهم. الصورة دي واخداها مصورة اسمها رانيا حلمي. أنا أصلا لقيت صورة تانية ليها، صورة تانية لكلمة ارحل مكتوبة بالحجارة على الأرض، وكنت عايزة أعكس كمان الرسائل كانت بتتكتب على كل حاجة حتى الأرض. طبعا أنت عارف ناس كانت بتكتب بالكوبايات بالشمع بالتمر بأي حاجة. فعرفت اجيب نمرتها وكلمتها قلت لك في صوره كذا كذا عايزه استخدمها في الكتاب، عندك مانع؟ فقال لا قوي 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 وكل حاجه. قالت لي بس انا عندي صوره تانية. قلت لها لا 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 من فضلك ما تكلمنيش في صور تانية، الكتاب خلاص اللاي اوت بتاعه خلص، ما فيش مكان، فيش ولا صفحه، ما فيش اي مكان لصوره تانية. قالت لي بس اسمعيني اصل الصوره دي. قلت لها لا لا من فضلك من فضلك، وقعدنا كده شويه. في الاخر رانيا نجحت في ان هي تخليني اسمع هي بتقول ايه، ولما ابتديت اسمع هي بتقول ايه لقيتها بتقول الاتي: عندي صورة كريمة لأربع إخوات واقفين في الميدان وحاطين بلاستر على بقهم، والبلاستر ده بيقول لا كلام قبل الرحيل. الأربعة دول إخوات وكان لهم أخين تانيين، هم أصلا ستة، ماتوا الاتنين تانيين في التحرير. فالأربعة اللي فضلوا مسكوا إيدين بعض وفضلوا واقفين لحد التنحي، لأن ساعتها كان النظام بيقول تعالوا يصورنا تفاوض، تعالوا نتكلم، تعالوا نشوف، وهم كان موقفهم واضح قوي. طب في صورة تانية أعتقد العائلة جاية تقول جئنا لنقبل أقدام الثوار. أعتقد الصورة دي من برضو من أهم الصور بالنسبة لي اللي في الكتاب. أب وأم وثلاث أطفال، كل واحد ماسك شيت A4 ورقة وكاتب عليه كل ورقة عليها كلمة واحدة، وواضح إن هم عملوا الورق ده في البيت، وبعدين ما عرفش بقى ركبوا مواصلات أو ركبوا العربية وجم وركنوا جنب التحرير ودخلوا الميدان وفضلوا واقفين، والأب والأم وزعوا بقى الورق وواقفين كده بالتسلسل الطويل ثم الأقصر ثم لحد آخر طفل. ولما تقرأ الورق أو كله مع بعضه: جئنا لنقبل أقدام شباب الثورة. وفي صورة ملهاش دعوة خاص بالميدان، صورة لمعركة قصر النيل، الكوبري قصر النيل. آه دي واخدها مصور ومخرج اسمه إسلام العزازي، ومش عايزة أقول تاني أو للمرة العاشرة دي من أهم الصور في الكتاب، لأنه واضح أن كل الصور بالنسبة لي مهمة. لكن الصورة دي أنا حطها عشان هي درامية جدا 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 جدا، والمشهد مخيف
يعني كميات من الأمن المركزي، ومن ناحية تانية كميات من البشر مواطنين عاديين بيحاولوا يخشوا يعدوا الكوبري ده، كان قبل المعركة ما تبتدي على طول بدقائق أو ثواني، وكم السحاب من الغاز المسيل للدموع فظيع. وفي وسط السحاب ده اللي هو تقريبا بيغطي الصورة كلها بنلاقي بالأسود كده السلوات أو منظر لتمثال سعد زغلول، وأنا شايفة أن الصورة يعني معبرة جدا. بتنطق. طيب عائد الكتاب ده، الكتاب ده هو الفلوس اللي داخل، انا سمعت ان هو يعني يمكن دي اول نسخه او طبعه اولى تخلص في ما فيش يعني. انا عايز اتكلم عن عائد الكتاب. هو طبعا الكتاب ده مكتوب بالانجليزيه، انا اعتقد انا سمعت ان الناس دي بتاخده هدايا للناس اللي بره، يعني هي معظم اللي يفض بالعربي ومترجمه انجليزي. العائد ده حضرتك رايح لاي قضية أو أي سبب؟ أولا الكتاب هيكتب عربي وإنجليزي، هو بس الإنجليزي خلص الأول فهو اللي ظهر في الأول، وفعلا زي ما أنت قلت باسم النسخ كلها اللي طبعتها لدار نشر الجامعة الأمريكية خلصت بثلاث أسابيع، مفيش دلوقتي ولا نسخة من الكتاب في القاهرة أو اسكندرية أو في أي حتة. كلنا ما خدناش فلوس، يعني أنا ما أخدتش أي حاجة من الكتاب، وكل المصورين اتبرعوا بصورهم، واتفقنا كلنا ان احنا هنوجه العائد لحاجه ليها دعوه بالثوره. فالعائد رايح لجمعيه النديم، ودي جمعيه اهليه تاسست سنه 93، دكتور عايده سيف الدوله من مؤسسيها مع اخرين، وهي جمعيه بتهدف لتاهيل ضحايا العنف، ومن البرامج بتاعتها تاهيل ضحايا التعذيب. فهو عائد الكتاب كله هيبقى منصب في ده. يعني انا عايز اخدم بصوره اللي هي صوره اخذت في يوم بعد يوم التنحي، تورته، واحد كان واخد تورته وبيلف بيها الميدان كله. وبرضه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت عملتي لي اهداء للكتاب، قلتي لي الى دكتور باسل. انا طول عمري الناس بتقول لي دكتور، يعني باسل من وانا قد كده، فانا هغير اسمي. لازم تغير اسمك بقى خلاص ما دام نزل في الكتاب. انا سعيد جدا باللقاء ده دكتوره كريمه، يعني فعلا شرف لينا. أعزائي المشاهدين نشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة من برنامج البرنامج.